لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد النبي وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، تواصل بحول الله تعالى قوتي شرح فقه الجهاد من كتاب اتحاد الاحلام لتفسير القضايا المنهجيه في سؤال وجوب. وصلنا الى السؤال الخامس عشر، وهو ما هي شروط وجوب الجهاد؟ ما هي شروط وجوب الجهاد؟ ما هي شروط وجوب الجهاد؟ الجواب شروط وجوب الجهاد سبعه. شروط وجوب الجهاد سبعة. واحد، الإسلام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالخطاب للمؤمنين دون غيرهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والخطاب في القرآن يا جماعة لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها المؤمنون بدرجاتهم الثلاث، يدخل الظالم نفسه الظالم نفسه، يدخل المتصل يدخل السابق الخيرات، يدخل صاحب الايمان المجمل هو اصل الايمان اللي هو عليه مؤمن فاسق او مسلم، يدخل فيها صاحب الايمان الواجب، يدخل فيها صاحب الايمان الكافر. بلك من باب الخطاب يشمل كل من قال لا اله الا الله مطالب في ان تكون في يعني في شرائع الاسلام ومخاطب بها. طب الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام؟ لا، مساله طبعا خلافيه في اصول الفقه ما تعلمون، والراجع أيوة مخاطبون بها سيحاسبون في الآخرة، لكن لا تصح منهم بغير الإسلام. بغير إيه؟ الإسلام شرط صحة في الأعمال كلها، لا يقبل عمل إلا من المسلم. طيب، يبقى أول حاجة الإسلام، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجب فيكم إلى آخر الآية. طيب، اثنين، التكليف، وهو أن يكون المسلم عاقلا بالغا. المكلف هو العاقل البالغ، عاقل البالغ هذا هو المكلف. و يعني التكليف هو طلب الفعل وطلب الترك والتخيير، طلب الفعل سواء جازم او غير جازم، وطلب الترك الجازم والغير جازم. طلب الفعل الجازم اللي هو يا جماعه الواجب الفرض، طب والغير جازم مستحب، طب وطلب الترك الجازم أو محرم. طيب وطلب الترك غير الجازم ايه المكروه. طيب والتخيير، البعض يقول مباح، والتخيير يدخل ازاي في الحكم التكليفي؟ يعني على اساس وهو ليس فيه مشقه، لان يعني التعريف التكليفي لغه ما فيه مشقه، لا ما فيش مشقه تخيير يعني. او افضل الاقوال ما زال ليس بسبب رحمه الله، وهو طبعا بعض الاصوليين يقولون ان التكليف يدخل ان المباح يدخل في الحكم التكليفي من باب التغليب، لكن لا، ارجح الاقوال ان الاباحه وصف لا يكون الا لفعل المكلفين، يعني افعال غير المكلفين لا توصف باباحه ولا بغيرها، فهي من باب ان الاباحه وصف لا يكون الا لافعال المكلفين. طيب، فانا عندي ايه؟ المكلف هو العاقل البالغ، والدليل حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه ولك ايه ان حديث ابن عمر ان صلى الله عليه وسلم هو ابن اربع عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد معه يوم احد وهو ابن 14 سنة، فلم يقول عرضت على صلى الله عليه وسلم وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجزني. طبعا معلوم ان التكليف البلوغ له امارات، امارات متفق عليها وامارات مختلفه. الامارات المتفق عليها بلوغ الاحتلام للرجال والحيض بالنسبه للنساء، وبعد ذلك من امارات اللي هي انبات شعر العانه، واللي هي بلوغ 15 سنه
كما في هذا الحديث من بلغ 15 سنة فصار مكلفا. والحديث رفع الطلب عن ايه؟ عن الثلاثة منهم طبعا الصبي والام الصبي والمجنون والايه؟ والنائب. طيب يبقى اول شرط في وجوب الجهاد الاسلام، الثاني التكليف، الثالث الذكورة. الذكورة شرط. قلت لك في وجوب الايه؟ الجهاد. لو أراد أم المنعشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والايه؟ والعمر. الحج والعمر. الحج والعمر. طبعا حالة الجهاد اللي بعض الفقهاء الناس بعد يقول طب احنا في جهاد الايه؟ الدفع. الفقهاء قالوا تخرج المرأة بغير إذن زوجها والولد بغير إذن أبيه، هذا هذه حالة استثناء لأن فرض عين، وإحنا قلنا الأصل الجهاد أنه فرض ايه؟ فرض كفاية. في حالة ايه؟ استثناء يخرج فيها العبد بغير إذن سيده والولد بغير إذن أبيه والمرأة بغير إذن ويبقى ايه جهاد الدفع؟ ها؟ ايه جهاد الدفع؟ جهادها عدو بلد من بلاد المسلمين. وجب على الأهل هذه المحلة أن يهبوا للدفاع. أخبركم مواجهتين. طيب عجزوا أهل البلد الذي لم يضاف إليه وهكذا واضح. طيب السلامة من الضرر. السلامة من إيه؟ من الضرر لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه؟ حرج. السلامة اللي هو ده اللي نازلة في عذر الإيه؟ الجهاد. إن هؤلاء ليس إلا يجب عليهم إيه؟ الجهاد لأنهم أصحاب أعذار. أصحاب إيه؟ أعذار. انما يعني ايه الجهاد معلوم انه يعني عمل بدني تكليف بدني شاق لا يقدر عليه الا من كان سليما الا من كان ايه؟ سليما. ماشي؟ ده لا يمنع بقى ان بعض الصحابه زي ما حصل واخبرت اني اريد ان اطلب عرجات في علو هما بقى ده من باب الايه؟ الاستحباب. واخبرك ان يساهم وان ايه؟ يخرج للجهاد وهو قال اني اريد ان اطلب عرجات هذه الايه؟ الجنه. دي همم عاليه بقى. همم ايه؟ عاليه. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعني يتنافسون على الخروج في سبيل الله وعلى الجهاد في سبيل الله. همم عاليه. كانوا يبكون حينما لا يجدون ما ينفقونه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واحدهم من الدم حسب لا يجد ما ينفقون. انظر الى هذه الهمم. يبكي لانه لا يجد ما يحملها يخرج الجهاد في سبيل الله. هذه همم عالية قلوب حية عشقت الموت في سبيل الله عز وجل وتاقت هذه النفوس إلى هذا ولذلك رفع الله شأنه. انتبهوا يا إخوة لأن احنا النهاردة للأسف الأعمال اللي هي ما هيش جهاد بقى ولا قتال ولا موت من الدعوة إلى الله والعمل للدين ومع ذلك تدفع الناس دفعا إلى هذا وتكاسل وتباطؤ عجيب وننتظر إن احنا يعني نقيم الدين وننتصر على اعداء الله. ان لنا هذا تبوا يا اخوه. شوف الصحابه رضوان الله عليهم والمدن كان يعني انت هتذهب تحفظ تحفظ قران تعلم اولاد تدعو تدي درس في قريه في بلد في مكان ما ليس لنا فيه تبلغ الناس دعوه رب العالمين وتعلمه امر ليس فيه مشاء. هو اي نعم جهاد كلمه جهاد الحجه واللسان ويحتاج الى ان تستعد بالعلم الشرعي. ننظر بقى ده مش جهاد دفع النفس ومشقه والموت في سبيل الله ومع ذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم يتنافسون ويقومون بهذا وذاك على اكمل وجه رضوان الله عليهم. كانوا يقومون بجهاد الحجه واللسان وجهاد السيف والسنان على اكمل وجه رضوان الله عليهم. ماشي؟ طيب السلامه من الضرر الاستطاعه بالنفقه ومؤنه الجهاد يكون قادم يعني الجهاد ده ومؤنه. الجهاد من الاعمال اللي هي بتجمع بين المال والايه؟ والبدن. عندنا العبادات منها ما هو بدني محض. بدني محض زي الصلاة ومنها ما هو مالي محض مسجد زكاة ومنها ما هو بدني ايه؟ مالي زي الجهاد والحج زي الجهاد والايه؟ فيه يعني العمل بالبدن وفيه البذل بالمال البذل بالمال البذل بالمال تم معنى ف ايه الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد مؤنة الجهاد اللي هو ما يحتاج الى ايه؟ الى راحلة والى طبعا ده كان يعني في الازمنه القديمه كان كل واحد بيخرج بمناته ووضعه بعد كده بدا يتطور الامر بدات الامه المسلمه او ما في انتظام في الدول ف يعني الجيوش ينفق عليها وكذا ولها ميزانياتها لكن ده كان زمان ايه؟ كان يخرج هو بايه؟ براحلته ويحتاج الى مؤنه وتجهيز ويتجهز
خد بالك واستعد للخروج بالجهاد في سبيل الله عز وجل. لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يكون حرج اذا نصحوا لله وايه ورسوله. طيب الحريه، حريه جهاد خد بالك اصله ليس واجبا على العبد. قال حديث جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره ولم يشعر انه عبد، فجاء ايه سيده يريده فقال له صلى الله عليه وسلم: ايه بعنيه. فاشتراه بعبدين اسودين، ثم لم يبايع احدا بعده حتى يساله ايه عبد ايه عبد هو ده ببعد هو مسلم. ليه؟ لان العبد طالما الجهاد فرض كفايه لا يخرج الا باذن سيده، وانه الاصل ان هو وغير واجب عليه. خد بالك امتى بقى بيخرج بغير اذن سيده؟ ها؟ عند فرض العين، عند قيامه العدو ايه؟ ايوه. طيب هل يصبح الجهاد فرض عين اذا اثرت اعداء مسلمه او مسلمين؟ انتبه معي، احنا خدنا ان الجهاد فرض عين امتى؟ اذا دهم ايه؟ عدو. في حاله ثانيه بقى فيها سؤال اهو، اللي هو اذا اثر العدو مسلمه او مسلمين او مسلمين، ماشي؟ هل يصبح الجهاد فرض عين؟ الجواب فيه وجهان عند اهل العلم. فيه وجهان عند ايه؟ اصحهما يصبح الجهاد فرض عين، لان حرمه المسلم اعظم من حرمه الدار. اذا كان البلد الدار ارض اذا داهمها العدو وجب الجهاد وصار فرض عين. ليه؟ لحمايه بلاد الاسلام وديار الاسلام. طيب يبقى حرمه المسلم بقى، المسلم اعظم حرمه. المسلم اعظم ايه؟ حرمه. انتبه معي، قال الامام النووي رحمه الله: لو اسروا مسلما او مسلمين او مسلمين فهل هو كدخول دار الاسلام؟ يعني في حكمي، في حكمي بالك انه يتعلم الجهاد يصبح فرض عين؟ يقول وجهان، احدهما لا. الوجه الاول ايه؟ انه لا يصبح فرض عين. الثاني لان ازعاج الجنود لواحد بعيد واصحهما، يعني الواحد بعيد امر ايه؟ يعني انت كده هتبعد تعرضه لخطر من اجل واحد بعيد، انت مش عارف هتقدر تخلصه او ايه؟ ها؟ او لا تخلصه، هل ستستطيع ام لا؟ طب وفي الحاله دي واحد، انت ممكن انت في حاله المحاولات لتخليصي يموت اثنان وثلاثه وعشره. ايه نظروا لهذا؟ خدت بالك معايا؟ يقول يقول واصحهما نعم. واصحهما ايه؟ ليه؟ لان حرمته اعظم من حرمه الايه؟ الدار. فعلى هذا لابد من رعايه الايه؟ النظر. فان كانوا على قرب، يعني ايه رعايه النظر؟ يعني ينظروا في الامر. اذا كان فعلا قريبين من المكان اللي هو مأسور فيه، على قرب من دار الاسلام، يعني ايه؟ على الحدود، في مكان قريب، مش انت ايه؟ مش واخدينه بقى في اعماق الاعماق، فانت ايه؟ لن تصل اليه الا وقد لا تصل اليه، ناس تموت دون الوصول اليه، انتبه معي، لكن لو على حافه قريب، يعني قال هنا الامر ده امر قرار الجهاد، مش قرار فردي او مش قرار اي حاجه، لا ده محتاج اهل العلم واهل الخبره وضرايه بالايه؟ من هذا الامر الواقع. وبقوة والدراية، خبراء قوة وعدد وعتاد ودراسة واقع وكيفية اتخاذ القرار، ما هوش لعبة أطفال كده زي بعض الشباب بيفعل ويظن إن ده واخد بالك ويتخذ قرارات يموت الناس وتسفك الدماء وتعطل الحروب وتضيع وترتكب الأهوال، لا مش لعبة أطفال، مش لعبة، لا أمر فيه إيه؟ شوف كلام العلماء، رعاية النظر، النظر في ليه في الأمر. الراجل المسلم ده مقسوم قريب من الحدود من ديار الاسلام، بحيث ممكن نعمل عمليه خاطفه فنخلص هذا المسلم اللي المسلمين واخد بالك ياخذوا القرار كذا يعني، ام الامر ايه؟ ليس كذلك. تابع معي، يقول: فان كانوا على قرب دار الاسلام وتوقعنا استخلاص من اسروه لو طرنا اليهم فعلنا. لو طرنا اليهم فعلنا، شوف العباره بتاعتنا، لو طرنا اليهم فعلنا نخلص المسلم، لا نتركه خد بالك اسيرا. والاسر شيء شديد على النفس جدا، حتى ان بعض اهل العلم يقول: يموت رجل لا ياكل الاسر. انتبه معي، طرنا ايه؟ لو طرنا اليهم فعلنا. ليه؟ بس بعد ما ايه؟ ها؟ نظرنا في الارض وتوقعنا الاستخلاص. انتبه معي، قال: وان توغلوا في بلاد الكفر، خلوه توغلوا مش بعيد، ولا يمكن التسارع اليهم، مهما لم نلحقهم، وقد لا يتاتى خرقها بالجنود، يعني مهما ايه؟ لم مش هنصل، يعني
خلق هذه البلاد، أو هو عنده تجهيزات قوية على حلوله، وعنده أشياء كثيرة جدا خاصة بالوضع الحديثة بقى، إن إيه الأرقام ووضع مش عارف إيه وتأمين الأماكن والأسلحة بنظام معين، يعني أمر إيه، فأنت مش هتقدر تخترق هذا المكان بإيه؟ بالجنود. اضطررنا إلى الانتظار. اضطررنا إلى الإيه؟ الانتظار. يبقى قرار مشوهات، لا. في نظر فيه واضح، كما لو دخل منهم إيه؟ ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام. شوف الكلام؟ لا تصارع إليها حال الطوائف. يعني مالك عظيم الشوكة، يعني ايه عظيم الشوكة؟ معه جيش كبير وجبار على امره، ودخل في طرف احتل ايه مكان في طرف بلاد الاسلام او بلد من بلاد الايه الاطراف. هل شوف لك ايه، لا تصارع اليه الايه الاحال واحد واحد عشان ايه يستصلون واحد ورا الثاني؟ ها لا، انما يرتبون صفوفهم، يجهزون امرهم، يعدون عداتهم، خدت بالك، ثم يتجهزون لايه؟ لمواجهه هذا. إذا راجل بيقول لك عظيم ملك عظيم، يعني واحد جايب جيش ضخم، مش الخروج بالايه؟ بالحج. انتبهوا بكل يقظة ان الموت ما مش مطلوب لذاتي، زي ما بعض الناس يقول لك يخرج بقى وخلاص يعمل عمليه وفجر، هو الموت مطلوب لذاتي؟ ما هذا فهم السكين. الجهاد مشروع لغايه، من اجل وسيله لغايه. اذا كانت هذه الوسيله ستنتج الغايه المطلوبه يبقى الحمد لله تمام كده. طب واذا كانت لن تنتج هذا، ها؟ لا ما ينفعش. طب لو جه العكس، تجلب بقى الايه؟ الذل على المسلمين وتسلط الاعداء واسر الناس وقتل الناس وسفك، يبقى ده كلام ممنوع شرعا. ممنوع، انت فاهم خطا. انت فاهم قضيه الجهاد خطا. انتبهوا يا اخوه، الموت ليس مطلوبا انما وسيله. النفس دي بالعكس الاسلام جاي بحفظ النفس. ليه؟ لماذا أذن ورغب في إزهاقها في سبيل الله في الجهاد؟ ها؟ لمقصود أعظم. إعلاء كلمة الله وعز الإسلام والمسلمين والدفاع عن حرمات المسلمين وحماية مقدسات المسلمين، مقصود أعظم. فإذا كان إذا كانت لن تثمر ستزهقها ولن تثمر هذا، ما ينفعش. طيب ستأتي بعكس. ابعد وابعد، خلي معي عشان احنا فاهمين يا جماعه الوضع ماشي ايه ازاي. طيب اقول بقى السؤال بعديه عشان ايه، ما الحكم اذا تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر امرهم فيها حتى صار مسلموها في حكم الاصل؟ تسلط الاعداء، احتلوا بلد، استقر امرهم زي ما عندنا كده الاندلس كده، وتمكنوا منها، ولو في مسلمين، المسلمين دول مستضعفين، مستضعفون، لا حول لهم ولا قوة في حكم الأسرى اللي هم أسرين. يعني من فضل ربنا أنهم بس بإيه؟ ها؟ لا يقتلونهم أولئك وفي دول خير. إيه الحكم؟ نقول لدول قوم جاهلوا ها؟ أقول لهم إيه بالظبط؟ تعالوا نشوف نقول لهم إيه؟ الجواب لابد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد وأهله من عدم ذلك. لابد إن احنا نشوف هل احنا في قدرة احنا نستخلص هذا البلد واهله نخلصه، ننصر اولئك المستضعفين وهذه البلاد الاسلاميه فنخلصها؟ عندنا قدره على ذلك؟ عندنا قدره على تحرير هذه البلاد ام لا؟ طب لو ما فيش لا نعمل ايه؟ ها؟ مش نقعد نستكين وناخد الى الارض؟ لا، في اعد لهم اصل ايه؟ ايوه، زي ما قالش الاسلام التيميه، لم تكن هناك قدرات على الجهاد سقط الوجوب من الجهاد الى الاعداد. إذا لم تكن هناك قدرة على الجهاد سقط الوجوب من إيه؟ جهاد الإعداد. الأم المسلمة تبدأ تجهز نفسها، تغير نفسها، تعد نفسها، تملك السلاح والعتاد وتجرب الأشخاص و تبقى معي عشان تقدر تستخلص. انتبه يقول أهو، لأن مسارعة الآحاد، إيه يعني مسارعة الآحاد؟ إن يروح بقى الأفراد يقول لك أنا زي اللي يقول لك أنا رايح جاي مش عارف فلسطين وعايز اعدي من هو اعزل. انا تعال جاي هنا. فاهم؟ هتصطاد بطريقه. سيبنا واحد خلاص. ايه اللي عملنا كده؟ حاجه اسمها الاحاد، جبت منين فاهم ده؟ انا جبت بقى الفهم. تمام. يقول مصارعه الاحاد مع شوكه الكفار لا تبني. لا تضر بينا احنا مش بيهم هم.
خدت فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدافع من خروج المرأة بغير ايه؟ ركز معايا اهو. بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن ايه؟ مش معنى يخرج بغير اذن يعني تروح المرأة طالعة في وشها. تقول انا ماشي على فلسطين، انا ماشي على الاندلس، انا راح اي بلد حتى هي ارسل المسلمين. عشان تؤخذ هي وتؤسر وتنتهك ابدا. ويستدل البلاء علينا بلاء. لا هذا ليس من هذا ليس مقصود كلام الفقهاء. يخرج في غير اذن من ايه؟ لان في اللي هم بتجمع صفوفها للايه؟ للجهاد. الجهاد عدوة ترتب وضعه فانت ما تتاخرش. لكن مش هو يخرج ايه؟ نظام الاحاد. ماشي؟ غير ونحن كذلك يكون حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكاتهم. الترتيبات دي كلها بتبقى حال ايه؟ والخروج والمسلمين يجمعوا على نفسهم بسرعه وهم لسه ما لحقوش يستقروا. ولذلك بمجرد ما يهلوا المسلمون ينفرون. بس لا يدعون حتى الدكتور بقى خلاص حصل واستقر. لا يدعون ايه؟ تستقر. انتبه معي. لذلك الامه لما تهب في اول الامر يعني مجرد ما ينزل العدو تهب لمواجهته لا يقر له قرار في بلاد المسلمين، ما يعرفش ياخد مكان خلاص هيستقر منين؟ زي ما حصل مثلا في افغانستان مجرد ما جه الروس على طول، مجرد ما جه الامريكان خد خد بالك بلد. ايه النتيجه؟ ولو بعد حين من الدار ايه النتيجه؟ يخرج ذليلا صاغرا. لكن المشكله ان ايه؟ تحدث امور وتحدث والمسلمين ما فيش واحد زي ما حصل قبلنا نزول العصابات اليهوديه في فلسطين والتقسيم والخيانات والاحتلال الموجود ها وغيره وغيره لحد ما تمكنوا من ايه؟ من يستقروا. انتبه معي. وطبعا ايام الاندلس بقى يوم ما كانت وصلت لحاله من التردي وملوك الطوائف يقاتل بعضهم بعضا. خدت بالك كل واحد ياخد حته يعمل نفسه ملك. القبو ايه؟ خدت بالك؟ ايوه المملكه من غير يعني مش عارف ايه كان يبقى الهر يحكي ايه؟ كان يبقى صوله الاسد كما يقول الشاعر. الهر يقعد ينفخ نفسه فكره هو نفس الكلام. كل واحد عامل لي حته وعامل لي نفسه ملك على الحته دي هو ملوك الطوائف. انا درست الاندلس قبل السقوط تاريخيا تجد ان هو كان خلاص هم حروب اهي يبقوا يقاتل بعضهم بعضا يحيك بعضهم المؤامرات لبعض. خدت بالك؟ كل واحد ما يصدق يمسك له ايه؟ ده يا جماعه دم المسلمين زي ما في العمل الدعوي والجماعي. المهم كل واخد حته عايز ايه؟ يخليها ملاك. خدت بالك؟ مش هي والله العظيم موجود عندنا في كل حته والنفوس المريضه دي موجوده ورب الكعبه موجود وعاملين لنا مشاكل في كل حته. وبدل ما نشوف دعوتنا ونشتغل على الناس النادي ونقعد نشغل نفسنا بقى لاصلاح النفوس المريضه. يا ابني اندمج انت كده انت كده بتضعف العمل. انت كده انت كده بتقدم اعظم خدمه لاعداء هذه الدعوه. صح انك انت ايه؟ تتلاحم الصفوف تتعاون وتنكر الذات عشان الدعوه تقوى والاخ ما جيش في مكان عايز يخليها على قده عندك قده. ايه المشكله اخوانك ينزلوا معاك وتروح ويجوا وخذوا هات من مكان يبقى فيه تداخل وتعامل ومن اول صف مع بعضينا. لا تلاقي ده عايز كمش وده يوقف هنا ودي عايزه حته تشتغل على مزاجها وبعدين احنا كده مش هنشتغل في سنين كده مش هنقدم مش هنقدم كده. هو المرض ده هو المرض الفتاك. عارف السلاح الفتاك اللي هو الاب يعني تقول هو ده السلاح الفتاك بالام هو ده اللي دمرها هو ده اللي بيعين عدوها عليها. والدعوات دعوات تنجح وتصل لمراميها حينما يتآلف افرادها ويتحابون في الله ويجتمعون على كلمه وهدف واحد ويمكن كل منهم ذاته ويبقى مقصوده الاعظم ان تنصر الدعوه الدين. مش يعني كل واحد بيقعد يخوف على نفسه. لا احذروا ده مرض خطير جدا يفتك بالدعوات. والله كل واحد ايه التزم بالعمل مؤسسين يصب في العمل ده جهد ده جهد كله. بعدين يعني حاجه غريبه يا ابني يقول لك انا اقول لك انا شغال ما شغال معاهم يعني خلاص انت اشتغلت والتزم على ايدك وانتقل يا عم من السنه وراحوا الجامعه والاخوه تشتغل معاهم في الجامعه مثلا انت اجرك راح ولا ها؟ تشتغل لمين بالظبط؟ شغال نفسك ولا لله؟ ده راجع نيتك يا ابني والله العظيم وقع اجر خلاص بالعكس وده حاصل
لما بيعمل كده بيطلع بعد شويه امطار منه ممكن راحوا اتجاه المرحله. لا 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 هو استفاد ولا الدعوه استفاد. يا ابني عملت ايه؟ عملت بس ما تسمع وتدلل على الناس. شو انت كنت السبب؟ تدلل على خلق ايه؟ ولما يلتزم ويتم امره ويفتح المسجد الاقصى يا عم بكره ان شاء الله والله يبذل حسنات. يا ابني افهم الله انت عايز اجر ولا عايز ايه؟ يا حكايه بالظبط يا جماعه. عشان كده اصلاح النيات امر في غايه الاهميه. تحقيق الصدق والاخلاص والله هو الذي سيجيك ويجينا ويجعل عملك. انت شغال بالله. لا يغيرك ان يجهلك اهل الارض. ولكن الله مطلع ويعلم وهو الذي سيجازيك. بل البشر يا جماعه البشر ليس عندهم الجزاء. الخفض والرفع بيد الله وحده والله. يا اخوه والله الخفض والرفع بيد الله. بيد الله. والله الذي لا غنى كان يجيب لي اخوه قبل 2011 واحنا بنعمل وشغلنا كله من تحت البتاع زي الهودي ولا حد شايفه قوموا تاني اخوه تيجي تقول لي لا الشيخ ما ينفعش كده خد بير من ماسكين الشغل دلوقتي شيخ المشايخ في اسكندريه مش عارفين في شغل في الخيوم حصل على محمد شيخ مش عارفين احنا عايزين نقول ايش قوموا الشغل مش شايفين بقى ما شاء الله شغل ما حدش عارف افراد معدوده خدت بالك معايا ازاي؟ يا شيخ ما تقول لي يا ابني اصبر هو احنا شغالين لله؟ شغالين لله؟ سيبوا ده ليه احنا كنا اتفقنا في التسعينات ندعو كنا تلاقوا لنا فيهم مشروع واحد مش كل شويه نتدرب بقى التجارب محتاجه تروح كلامهم تفصيلا عشان تشتغل معاكم صح لله قلت له والله العظيم والله لو كنا نعرف ان في 2011 قد ايه والله العظيم يا اخوه خرجت من السجن سنه 2000 وكل همي العمل ولا اريد احد ان يطلع على العمل الا بقى كنت لما اتواصل مثلا بطريقه معينه يعني كل عين مع وكذا بطريقه ونموت بس نترك ورانا ها نستحمل البعض وكان ده ترتيب كان هنفضل شغالين كده لن يحصل الله بقى حتى ما تدينا بقى لما تاتي المنيه وصل الله دينه خلاص مش مشكله وعرض عليا الفضائيات رفضت اصلا في هذا الوقت افضل تام تحولوش معايا. لا ناس هنا طبعا كان جابوا اشتراك الناس وبرامج وتم سجلنا كده ليه؟ انا طالع اللي في ذهني بعد ما شفت نكبه العمل الاسلامي في التسعينات وشفت عدم التربيه بيعملها وقابلني الاف الشباب زي الورد في السبول القي بهم هدرا هدرا شباب والله عزيمه وصلابه وتحمل وراحوا كلهم هدر كل كبير بدعوى جوفاء شعارات براقه كلام فارغ عرفت ازمه العمل الاسلامي ايه؟ لابد من اعدام وتربيه صناعه الشخصيه القادره على العمل الصادقه هو ده تحتوي تحتوي العمل دي مرحله البناء فكان عندي هو ده الكلام الايه؟ محسوب اقعد مع خمسه ولا اربعه ولا 10 ولا خمسه ولا مجموعات معلمه وربيهم واعدهم واجهزهم يجي رب العالمين خير من ايه؟ ضجيج بقى والصياح هنا واللب وده الكلام كله مش فيه. ده بقول لك كده تسمع جعجعه من طلب عنك. تربيه ثم التربيه. ابدا. فكان وبفضل الله ربنا حاجه ما كنا بنربي ومن التمينات اصحاب التجهيز الصدام والعنف هنا كانوا يسخروا منا عايزين يجاهدوا نخرج للجهاد للقتال ويقول لك هنفضل نربي لحد امتى؟ طب رب انتوا بقى وتقول له يا ابني الجهاد شروط يسخر كلام فقه يسخر لازم يا ابني يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقعد يسخر منا ويتكلم كلام سفاه وتطاول على اهل العلم يعني انا رايت ولد كان لسه يا دوب يعني كان ايه يعني دوب التحم معانا في الجامعه كان يا دوب التزم معانا وجاب بتوع الجامعه لسه مالها طول يعني لسه يعني يمكن فاتحها لم يكن يصحها انذاك لسه يعني مفيش هو دوب ناحية بس بدأ مفيش حاجة والشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله رحمة واسعة لما زار اسكندرية فبدأ محاضرات فكان في سؤال عن الجهاد سؤال عن ايه؟ الجهاد ده كل المسلمين يعملوه قال المسلمون الآن في حكم الأسرى طبيعي جدا
المسلمون الآن في حكم الأسرى. تعرف ليه ده بيسخر من شغله؟ يسخر من عالم كان ساعتين كان قضى ياخد من 60 عام يدرس في المسجد النبوي. الرجل له آثار ولا وجوه في علمه عليه رحمة الله، وأنت ما تقدرش تقرأ قرونة قوية واخبرك شخص لا يعرف كوعه من كرفوعه. شاب كان ساعتها لا أنا بصيت كده، ويمكن دلوقتي ما يعرفش مصطلح بره. خدت بالك معايا ازاي؟ ويسخر من الشيخ ابن باز وتطهر سفاهة، ويقول لنا رب وابنه اعمل ايه؟ ودخل هم في الصلاة. لو شفت رأيت الشباب الذي ذهب هذا، أنا عشت معه بقى في السجود، رأيت هؤلاء الشباب تبكي وأنت تبكي. الشباب ده شاب كان محتاج يتربى ويتعلم، شاب عنده عزيمة وعنده علوم، بس للأسف مفيش مياه. وذلك من فضل الله عليك انك تجد دعوه سلفيه صح، لا تبكي بيك الهويه، تربيك وتعلمك تجهزه، والله من فضل الله عليك ونعمه تستوجب الشكر. اللي الاخوه بتجحدها وتعمل مشاكل في الدعوه، ما انت عشان ما شفتش التاني، ما انت ما شفت التاني. هل قد في الهويه 10 12 سنه تطلع مالكش دعوه بالالتزام خالص وانت تعرف الخير اللي انت فيه؟ بس للاسف هو دايما الانسان ما بيحسش بالنعمه اللي بيفقدها. بس بلاش مش حاسس بيه، زي ما احنا دلوقتي نعمه عظيمه اهو ان احنا نجلس ونتعلم وندعو ونضيع عيننا. غيرك مطالب مش عارف ازاي تقامل او فار او الدنيا. انت بفضل الله بنعمه، لما لا تجد في شكر النعمه بالعمل بالدعوه والعمل دي لله عز وجل؟ تابعوا يا اخوه، ففضل ربنا علينا عظيم. حصل والشباب راح للاسف تركيا ويعي اللهم لك الحمد، وجينا جت الصلاه الدعوه منتشره والاخوه جاهزه في كذا مكان تحمل الدعوه، والناس كانت تستغرب ساعتها تقول لك ايه؟ قال لا والسلفيين دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ كانوا بيتربوا والله تحت الضغط الذي لا يتصوره احد. انتبه، الدعوه هذه حكيمه حكيمه، اعمل ايه؟ بنظام تؤدى فاهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كما كان يربي في مكة مصعب ربي تصنع تابوا يا اخوه. فماشي ايه؟ شعارات بيدافع الناس ويدفع لا لازم يسلم الثقه. وكنا بنناقش في مسائل دي، وكنا بنناظر. يعني انا كلام الشيخ ابو بكر الجزائري هذا درت مناظره بيني وبين منظري جماعه الاسلاميه في السجن في الوادي الجديد، سجن الوادي الجديد وفي فرق امن الفيوم اكثر مكان. من ضمن الكلام قلت لهم انتوا بعد ما اتكلمتوا في شروط الجهاد واحكام وضوابط ولو خلاص ادي النتيجه، فقلت لهم اذكر كلمه قلتها لهم. احنا كنا عاملين مناظره كبيره على العنبر، قلت لهم الشيخ تكلموا عن العالم يرى الفتنه وهي مقبله وغيره يراها وهي مقبله. قلت لهم انا الشيخ كان واحد كنت اطور على الشيخ الالباني، وانا قمت رددت على ازعم على مستوى العنبر فطلبوا النظره قلت لهم مرحبا، مع انه كلهم بعد انا كنت معايا وحدهم يعني وحديه معاهم يعني، لكن الحق يحتاج انه ينصر والله ما ينفعش. انت لسه كنت بتتكلم بعد ما جلبتموه على الامه، وكان لسه بعد قبل المبادرات، بعدها بقى المبادرات والتنازلات. خدت بالك؟ فضلت ايه؟ فكل وكان بيسخر من الشيخ الالباني ليه؟ عشان الشيخ الالباني لابد من التربيه وان الاعمال دي اعمال خاطئه وخليفه المنهج النبوي في الجهاد. شريط قوه اسمه جهاد في هذا العصر، يا ريت تخشوا على اليوتيوب تسمعوه الليله ولا اسمعوا اسمع كلام العلماء اللي فهم بس ربنا عليا سيرت قاعد وجدت هذا يناقش. خدت بالك برد على شبهات الدنيا ف فقلت له الشيخ قلت له الشيخ ابو بكر الجزائري في الثمانينات زار مصر فقال المسلمون في حكم الاسر سخرتم من كلامي، ها نحن الان بعد اكثر من 10 سنوات من كلام الشيخ ابو بكر الجزائري أسرى حقيقيون. يعني واقف حكم أسرى حكما. أسرى حكما يعني أنت مصطلح في فئات أخرى، مصطلح لا حول لك ولا قوة. فأنت في حكم لا الأسرى. قلت لهم بقى حكما بأن أنا إيه؟ أسرى حقيقة يا جماعة. لتروا نظرة هؤلاء العلماء الذين خالفتموني وخالفتم فتواهم وكلامهم، ما نحن لو نجد سمرة من بتاع الطاقة. خدت بالك؟ الناس اللي من بلاد زي كده يعلمون
عندك راجل اهو بدأ يفكر اهو بيرفض ويعرف كان فيها ناس من العناصر اللي عملت عمليات اين البلد الان واين الدعوه واين هم؟ واتعملت مبادرات وكل حاجه كانت غلط بس بعدها وكل اللي نقول لهم رجعوا له بس بعدها وزودوا عليه شويه فتحوا على البحر بس بعد في وقت الان والعجيب يكلموا الاخوه يا عم اتقي الله في نفسك بقى ويجدك لما انت تروح تاخد بالك اخ طبعا البلاد المعافاه من الكلام ده مش حاسه بكده لكن البلاد اللي فيها البلاد ده الاخوه عارفين يصيروا الاخوه يحكوه اخ ياخد اخ يحفظ القران يعلمه يطفشوا منه صح الله يا ابني وانت قاعد الصبر انتبه معي كفاك خليك في اللي انت كنت فيه وتوب الى الله من ذنبك مش انت كتبت انك انت اخطات وطلعت انك انت كنت مخطئ مالك بقى عالج خطأ بقيت عمرك بقى يا اخي عالج وتوب الى الله شيء عجيب طب بالك يا اخوه ان دراسه المسائل دي تفصيلا اللي بنعمله ده غايه الاهميه مش تسمع مني وتروح كده مذاكره حقيقيه الوضع ده العمل الاسلامي وانت زي ما بقول لك اهو كنا والله العظيم لا منتظرين وفتح وربنا فتح الابواب والاخوه اتعرفوا وناس من اللي كنا بالمدرسات الخاصه اللي بقى عضو مجلس الشعب واللي بقى مش عارف اللي كانوا في الجلسات والله العظيم بدي معهم من الصفر زي ما بقول علموا يا ابن حبيبي دعوه ربنا مباركه بس انت شد حيلك وامشي بالمنهج الصحيح منهج المبارك اللي ربنا من علينا به ده وشوفوا كلامنا كله كلامنا كلام العلماء كلام الائمه مش جايبين حاجه من عندنا خدت بالك معايا ازاي؟ ده كلام الاكابر اكابر يقول هو فمثلا لا يشك عاقل فانا اسال يعني امر الله عز وجل كده ان يربط على قلوب اخواني وابنائي يقول انت عد انا بتكلم الكلام ده انت جاي بتعد انك انت راجل تعمل يعني راجل اساسي يبقى يا راجل يا اساسي ما تعمليش مشاكل تعمل كده وايه تنكر ذاتك انت تشتغل للدعوه وتؤلف القلوب وتخفض جناحك للاخر وتوازن وتتواضع وتصدق والله العظيم ما هينتفع بك الا كده وتحتمل الاذى انا عارف وضع ايه ولا فاهم وقد تجد من يفعل لك مش كل يقول لك مش عارف اتحمل اصبر ابتسم انت بتعمل دين بدعوه طاقي اساسي اخ اساسي يعني ايه؟ يعني في عزم تجمع تجذب الناس الى الدعوه تؤلف لا تفرق وتجمع حب الناس تعمل تري الصورة الحسنة لهذه الدعوة مش تشوهها تظهر محاسنها قم بواجب بهذا يا جماعة طيب فهو يقول بقى فلا يشك عقل الاستخلاص الاندلس الامن الكفار لا يأتي لله من ايه؟ لا هينفع لحد يروح الاندلس فلو تصور قلب وجوب الخروج عينا لذلك وهذا حال الضرورة الذي يضطر فيه المسلمون للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد ولا حول ولا قوة الا بالله وان كان مع الانتظار يلزم النقص باسباب الايه؟ القوة إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو اكتفي بهذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.